نتابع في سياق النشرة. فاز الفنان ساري الأسعد بمنصب نقيب الفنانين بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات أمام منافسه الفنان حسين الخطيب خلال الجولة الثانية من انتخابات النقابة والتي جرت ليلة أمس. المزيد في التقرير التالي. تقرير اللجنة وتقرير لجنة إعلان المرشح ساري الأسعد نقيبا للفنانين الأردنيين بعد حصوله على الأصوات للجولة 2016-2018. منافسة ساخنة شهدتها انتخابات نقابة الفنانين لاختيار نقيب جديد وعشرة أعضاء لمجلس النقابة، والنتيجة لا نقيب جديد، فالفائز بمنصب النقيب هو النقيب السابق نفسه. فكر جديد ورؤى مختلفة تواكب التطلعات وآمال جمهور بات يفتقد فنا محليا وطنيا يعبر عنه ويظهر صورته ويغني ثقافته، هو جل مراد أعضاء نقابة الفنانين الأردنيين. كل الاحترام والتقدير لكل زميل انتخبني وما انتخبنيش، وبرفع لهم القبعة تحية احترام وإجلال لكل الفنانين الأردنيين. الفنانون الذين حضروا للمشاركة بالاقتراع ألقوا الكرة في ملعب المجلس المنتخب الجديد لحل مشاكلهم وإنهاء معاناة الفنان الأردني. عقلي خدح. بتمنى من أي نقيب رح يكون موجود أنه يسعى ليعيد حلم الفنان الأردني ويشتغل على ماهية الفنان والفن الأردني. الفنان جزء لا يتجزأ من الحالة الإبداعية والثقافية والإنسانية والأخلاقية في الأردن، ويفترض أنه نعترف بدوره على المستوى الحكومي والمستوى الخاص. أنا بحاجة يهتموا شوي بالفنان الأردني قبل الفنان العربي، لأنه نقابتنا هاي ويكون إنا دور كبير بالمهرجانات الأردنية والعربية. بأمل متجدد انتخب الفنانون مجلسهم، وعلى أمل أن تتحقق الوعود ويعود للفنان الأردني مكانته التي يستحق. هاشم العامر، رؤيا